ماذا تريد من امريكا؟ يعني امريكا عايزه ايه من مصر تحديدا؟ وليه يعني بتسعى بشكل او باخر لاقامه كويس ليه تسعى بشكل او باخر لاقامه علاقات قويه ووطيده مع النظام المصري ايا كان توجهاته؟ اولا مصر بالنسبه لامريكا يعني مصر بتحظى بموقع استراتيجي وسياسي مهم جدا جدا في منطقه الشرق الاوسط. الحقيقه يعني هناك ثلاث محاور يمكن بتحرص امريكا بشكل كبير جدا على ان هي تستفيد من مصر من خلال علاقاتها. يعني موضوع مكافحه الارهاب، وطبعا كلنا يعني عارفين فكره انه الاحداث الحادي من سبتمبر يعني عملت تغير جذري في شكل العلاقات الدولية بعد تغيير البرج والكلام ده. يعني أمريكا كانت بتسعى بشكل أو آخر إلى إن هي تبقى القائد العام للعالم كله في فكرة محاربة ومكافحة الإرهاب، يعني لدرجة إنه قارتها قالوا إنه اللي مش معانا هيبقى ضدنا، يعني بشكل أو آخر. هل كان هناك تقدير او سوء تقدير للموضوع؟ هذا الكلام محتمل ووارد. الامر الثاني بالنسبه لاختيار وزير الخارجيه، اولا هو دبلوماسي جاي دفعه قرطاج اشتغل معايا سنتين، انا كنت سفير لما كنت في الاردن، ويعني اعرفه كويس واعرفني كويس، وكلهم مش ونبيل فاهم اعرفه طبعا. الراجل دبلوماسي جاي ومش اشتغل في امريكا كمان، اشتغل في طوكيو، كان سفير لمصر في اليابان قبل ما يبقى في امريكا، انما كمان اشتغل في امريكا وقعد هناك فتره معينه. انما انه لازم يكون في امريكا بالضروره، يعني لا استطيع ان اقول ان هذا الكلام حقيقي او صحيح. وكان قبل وزير خارجيه ما كانش اشتغل في امريكا كسفير، كان في صندوق النقد الدولي. فالقضيه مش بالضروره، ما اقدرش اقول كده. الظروف التي صدر فيها النص الماده 27 والاعلان الدستوري كله صدر في ظل متغيرات معينه. هذه المتغيرات تغيرت وتبدلت بالكامل. نحن كنا نتصور ان الامن سيستقر. كنا نراهن على ان هناك اداء داخلي للقوى الرافضه لكاليفورنيا ان الاداء سيكون سلميا. لكن هذه المتغيرات كلها او هذه العوامل تغيرت، وتناول هذه القوى للشان العام صار عنيفا. اذا هناك تغيرات كبيره. ثم المزاج العام تغير في غير صالح حزب النور، حتى لو حزب النور الان وهو الذي علق اصر على تعليق الدستور وكذا، المزاج العام تغير في غير صالحه. لماذا لا تعيد تناول المساله في ضوء قراءه المتغيرات الموجوده على الساحه الداخليه من اجل اعاده ضبط النصوص؟ خليني اتكلم مع حضراتكم بايجاز، وانا ظاهر ان انا اللي حضرتكم الوقت بتكلم بايجاز عشان الوقت. ردا على هذا السؤال، ربما يمكن من وجهه نظري اعتقد ان السؤال الذي طرح اين مصر خلال ال15 عاما القادمه من اهم واعمق الاسئله التي يجب ان تطرح في هذه المرحله، التي يجب ان تكون هناك اجابات حقيقيه وموضوعيه للاجابه على هذا السؤال، لانها ستحدد بشكل واضح خارطه العلاقات السياسيه والدبلوماسيه لمصر بالمجتمع الدولي خلال المرحله القادمه. يعني خليني عشان اجاوب على ده اتجاوب عنه من خلال اجابه على ثلاث نقاط، او تحديد ثلاث عناصر رئيسيه للاجابه. الجانب الاول منها او العنصر الاول هو السياسه الخارجيه. مصر تراجع شديد خلال الاعوام السابقه فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه وفي الكفاءه والقدره لدى الدبلوماسيين على طرح الرؤى السياسيه الداخليه والعمل على وضع مصر في مكانتها القوية العسكرية أو الاقتصادية أو حتى مكانتها العربية أو الإسلامية داخل منطقة الشرق الأوسط. هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بتحديد دور مصر داخل المجتمع الدولي، الوقوف على أهم المتغيرات في منطقة الشرق الأوسط ودور مصر المؤثر القوي في هذه التغيرات وفي تطوير هذه المتغيرات والوصول إلى تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن والأمان داخل منطقة الشرق الأوسط.